فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل علي الحرام، أي إذا لم أصدقه فإنه يقول علي الحرام أي أعمل الحرام، هذا الكلام صحيح؟ هذه عادة عند الناس، والحرام يحتمل زوجته، يحتمل الحرام الطعام، يحتمل يفسر ماذا يريد بالحرام. فإن كان يريد زوجته فهو ظهار، إن كان يريد طعام أو لباس يصير يمين مكفرة، إن صار ما نوى لا زوجته ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك يحمل على أنه يمين مكفرة. نعم.